بويول ينزف بسبب كرة تنس، جيجز وكيت يحلان مشكلة الكلب، قمصان لاعبي الدوري الإنجليزي ب5000 باوند. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. عرف عن قائد برشلونة سابقاً كارلوس بويول روحه القتالية فوق أرضية الملعب، وحتى بعد اعتزاله الأمر لم يختلف كثيراً، وهذه المرة كانت المغامرة على ملعب للتنس، حيث حاول بويول إنقاذ نقطة أمام خصمه وأرجع الكرة إلى النصف الآخر من الملعب قبل أن يصطدم بجدار زجاجي. وبالتأكيد جرح بويول، وبدأ أن كارلوس كان سعيداً من خلال هذه الصورة بابتسامة والدماء تغطي ذراعه وساقه. فصل جديد في قصة أسطورة يونايتد رايان جيجز وصديقته السابقة كيت غريفن، حيث تجاوز الثنائي المشاكل الخاصة بهم مع الشرطة الإنجليزية والتحقيقات التي تجرى بشأن قضيتهما الأصلية، وتمكنا من حل مشكلة من يتبنى الحيوان الأليف للعائلة. الكلب الذي يدعى ماك يعيش حاليا مع كيت، إلا أن الثنائي قد توصل لاتفاق يقضي بأن يبقى ماك لمدة 6 أشهر عند كيت و6 أشهر أخرى لدى جيجز. لا يختلف اثنان على حجم الخسائر المالية التي تعاني منها الأندية بسبب كورونا، واللاعبون في إنجلترا زادوا من متاعب أنديتهم، حيث أن كل لاعب يتبادل قميصه مع لاعب آخر يتعرض ناديه لغرامة قدرها 5000 باوند بسبب خرق البروتوكول الصحي الذي يمنع هذه الممارسة. الأندية الإنجليزية لها الحق في أن تدفع الغرامة أو تطلب من اللاعب دفعها. في أستراليا، اللاعبة رالي دوبسون قررت اعتزال كرة القدم بعمر 28، والسبب هو مساعدة صديقها الذي يعاني من سرطان في الدماغ. نجمة نادي ميلبورن سيتي الأسترالي سجلت وفازت في مباراتها الأخيرة مع الفريق، والمفاجأة السعيدة كانت عبر صديقها ستون الذي قدم لها خاتما للخطوبة بعد نهاية المباراة، وسط تفاعل من الجماهير والحاضرين في الملعب ومن رالي دوبسون كذلك. We'll be right back.